والنهب الملعب ضد رموز الفساد ونهب الملعب. هناك رموز كثيرة في هذه المدينة. يتساءل الرأي العام المحلي لماذا السيد عبد القادر النميري لا زال حرا تنقا رغم إدانته من طرف القضاء. يتساءل الرأي العام المحلي لماذا قضية كازيوس السعدي وقضية جزيئة سيلكو وجزيئة سيدي عباد فتح فيها البحث لمدة فوق 5 سنوات ولا زالت الحدود الآن لم تعرف نتائجه. يتساءل الرأي العام لماذا بعض الأشخاص في هذه المدينة من ذوي السلطة والنفوذ يستفيدون من الجريمات ورخص النقل العمومي في حين هناك أفواج كثيرة من المعطلين يتعرضون يوما للقمع والطرد والتهميش. هناك أيضا أسواق الجملة بسوق إيزيكي بسوق الجملة بالحي الصناعي برتقالة بسوق الربيع سوق الواحة وغيرها من الأسواق الأخرى التي تشكل وكرا حقيقيا للفساد ولنهب المال العام. هناك القضيعية جامعة القضيعية أيضا التي وقف عندها تقرير مجلس الأعلى للحسابات ووقف على اختلالات مالية فاضحة واختلالات إدارية. لا زال الرأي العام ينتظر رأي القضاء ودور القضاء. قضية تفويت مواقف السيارات التي فوتت لصندوق الإيداع والتدبير وأنتم تعرفون صندوق الإيداع والتدبير والذي يقف خلفه هذا الصندوق الضخم الغير الخاضع لأي متابعة أو أي محاسبة. المواطنين يوميا يتعرضون للابتزاز وللنصب والاحتيال من طرف شركة أفيلمار التي تشرف على تدبير موقف السيارات والدراجات في هذه المدينة بحيث يستغل بعض المنتخبين يستغل هذه المرائب كما يستغل الأسواق الجملة لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية لمدينة مراكش. تذكرون أيضا ملفات متعددة وكثيرة في هذه المدينة لسوق أسيمة. سوق أسيمة في شارع أسفي كان في البداية محطة طرقية لشركة ستيان فوتت لهذه الشركة من أجل تقديم خدمات كمرفق عمومي للمسافرين إلا أنه بقدرة القادر استطاعت شركة إسبانيا أن تحصل على رفع اليد وأن تحول هذه المحطة إلى سوق تجاري. هناك ملفات أخرى ينتظرها الرأي العام. جمعية الموظفين وموظفي وأعوان ومتقاعد الجماعة الحضارية التي تعرضت أيضا بدورها للنهب الممنهج والاختلاسات استطاع رئيسها أن يراكم الثروات بشكل غير مشروع. لا زال الرأي العام ينتظر قرارات في هذا الجانب. قضية رئيس النادي السلوم بمحمد الحر الذي راكم الثروة بطرق مشروعة وبأساليب ملتوية وفي ظرف وجيز وقياسي جدا. لا زال الرأي العام ينتظر الأبحاث والتحريات التي تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف هذا المعني بالأمر. سوق أيضا في وسط جليس سوق الذي حول التجار إلى منطقة بجوار هذا الشارع لا زال هذا السوق رغم تقارير مجلس على الحسابات بخصوصه لا زالت لم تعرف أي طريق نحو القضاء. قضية الشركات أو اللوحات الإشهارية التي يهيمن عليها شركة السيد منير المجدي التي تهيمن على جميع اللوحات الإشهارية في غياب أي منافسة حقيقية مستفيدة من موقع الشخص القريب من دوائر السلطة وضاربا على صحائف كل القواعد القانونية والمساطر القانونية في هذا الجانب. هناك ملفات كثيرة مثل المحطة الطرقية ملفات متعددة في هذه المدينة تنتظر أن تعرف طريقة إلى القضاء. نتمنى أن يكون القضاء في مستوى هذه اللحظة لأنه نقول دائما الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يستقيم مع الفساد ومع نهب المال العام. يا إما أن تختار بلادنا سياسة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإما أن تختار سياسة التنمية والتقدم والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وشكرا لكم.